انا مواطنة مغربية تنسكن بالزيئة للزهار. واحد عندي واحد المشكل اللي تنعاني منه بالاحرى، هو ضرر وضرر حقيقي تنعيشو. انا واحد السيد جا شرا واحد البقعة ارضية حدايا، جاري شرا بقعة وجا تيبني، ولكن بالنسبة لبني عطاه واحد الترخيص اللي غير قانوني. مشيت درت الشكاية ديالي لجميع المصالح باش يشوفوا هاد الضرر اللي تنعاني منه، وهاد الضرر مبين في هاد البلان ديال الامباكت ديال الجزيئة اللي فيه واحد لو ريكول ديال 7 متر. هاي واضحة هنايا، هاد ست متر ديال لو ريكول هاد السيد ما احترمهاش، نض بنا المنطقة كلها، منطقة التراجع ما احترمهاش، وبنا لافاصاد بناها كلها، بمعنى دار شراجم ودارهم مجاورين للباب ديالي. فالممر المدخل الرئيسي اللي عندي انا دار فيه البالكون ودار فيه الشراجم، الا بغيت ندخل خصني تناخد منه هو الاذن عاد ندخل للباب. ودابا مشيت للجهات المعنيه راسلتهم باش يحلوا لي هذا المشكل. راسلت السيد رئيس ديال مجلس ديال المقاطعه ديال كيليز، راسلت السيد الوالي ديال الجهة، والي ديال الجهة ديال مراكش، راسلت السيد الوكيل مدير الوكالة الحضارية مراكش، كلهم هاد الناس مشيت عندهم واستقبلوني شخصيا، دخلت عندهم ووعدوني بأن داك الضرر غادي يحيدو عليا وبأن السيد غادي يحيد عليا الشراجم. فاذا به تيطمطلو عليا كل مره تنمشي تيعطيوني وعود وهي وعود كاذبه، والسيد تيصرع في البني تيبني حتى دابا وصل للصباغه، ودابا انا خايفه اللي يعطيو البيرمي دابيتي وما غادي باقي نسكر مع حتى شي حاجه. هو تيقول لي سيري جري طوالك فين ماش بك سيري، ودابا حتى باش زاد كمل هذه ليا الكاميرا في الباب ديال الدار عندي. ودابا انا تنطلب المسؤولين يفتحوا واحد التحقيق ويشوفوا هادشي، لان نهار جينا حنا شرينا بان راه سكن عائلي، فاذا به هو داير لي زابارتمون ودايروا سكن تجاري. ودابا انا بغيتكم باش تاخذوا لي حقي، والسيد الوالي يجي يفتح واحد التحقيق والبحث لهذوك الناس اللي عطاوه ترخيص وماشي من حقه يعطيوه هذا الترخيص. وانا راه تنعاني، راه ما خليت فين مشيت، كاع الابواب اللي مشيت ليها تيمشي هو يسبقني ليها، ما باقيش عرفت فين نمشي. ودابا تنطلبكم باش تحلوا لي هذا المشكل في العاجل، لان السيد راه عنده نفوذ، قال لك انا عندي الناس هنا وعندي في الرباط، الا ما قدك هنا سير الرباط. وانا راه وليت نخاف حتى على راسي، لان تيصيفط لي واحد البلطاجيه قال لك بيخليو لي ضربويا وتيتعرضوا لي في الطريق، وليت نخاف حتى على راسي. ودابا تنطلب منكم تحلوا لي هذا المشكل، والله يجزيكم بخير وشكرا.